أولى رسائل هذه الحلقة من المستمع حميد عثمان من السودان، يقول: ما تفسير قول الله تعالى عن الخمر والميسر وإثمهما أكبر من نفعهما، وما المقصود بالمنافع؟ بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد، فإن الله سبحانه وتعالى حرم الخمر على التدريج. كانت الخمر تشرب في الجاهلية، وكانوا معتادين لشربها، كانت متمكنة من نفوسهم ويصعب عليهم تركها، فالله جل وعلا رحمة بعباده حرمها على التدريج تخفيفا عنهم، وذلك في قوله تعالى: ومن ثمرات النخيل والأعناب تتخذون منه سكرا ورزقا حسنا. هذا فيه تنبيه على أن السكر ليس برزق حسن، ففيه التنفير من الخمر، لأن الله فرق بين الرزق فوصفه بأنه حسن، وأما الخمر فلم يصفه بالحسن الذي هو السكر، تخيلون منه سكرا ورزقا حسنا. وهذه مرحلة من مراحل تحريم الخمر. مرحلة الثانية: حرمه الله في وقت دون وقت، وذلك في وقت الصلاة. قال جل وعلا: يا أيها الذين آمنوا لا تقربوا الصلاة وأنتم سكارى حتى تعلموا ما تقولون. فكانوا يتجنبونها وقت الصلاة، فإذا تجنبوها في وقت الصلاة خفت عنهم وطأتها. ثم في المرحلة الثالثة حرمها الله نهائيا، فقال جل وعلا: يا أيها الذين آمنوا إنما الخمر والميسر والأنصاب والأزلام رجس من الشيطان فاجتنبوه لعلكم تفلحون. إنما يريد الشيطان أن يوقع بينكم العداوة والبغضاء في الخمر والميسر ويصدكم عن ذكر الله وعن الصلاة فهل أنتم منتهون وأطيعوا الله فهل أنتم منتهون. فالله جل وعلا حرمها تحريما باتا في هذا في هاتين الآيتين من سورة المائدة، فتجنبها المسلمون تجنبا نهائيا. ومن ذلك قوله جل وعلا: يسألونك عن الخمر والميسر، هذا في المرحلة الأولى، قل فيهما إثم كبير ومنافع للناس. الله جل وعلا بيّن أن الخمر والميسر إثم كبير، والميسر هو جميع المغالبات والمراهنات المالية، فإن أخذ المال عليها حرام، المغالبات والمسابقات والمراهنات المالية يحرم أخذ المال عليها، لأنه أخذ للمال بغير حق، إلا ما استثناه الرسول صلى الله عليه وسلم من المسابقة على الخيل والإبل والسهام. قال: لا سبق إلا في نصل أو خف أو حافر. والنصل هو الرماية، والخف هو ركوب الإبل، والحافر هو ركوب الخيل، لأن هذه من أدوات الجهاد، فالمسابقة عليها فيها تمرين على الجهاد في سبيل الله. وألحق بعض العلماء بهذه الثلاث المسابقة أو الجائزة على مسائل العلم، مسابقات في مسائل العلم كحفظ القرآن وحفظ شيء من الفقه والإجابة على بعض الأسئلة في العلوم الشرعية. قالوا: لأن هذا يدخل في الجهاد في سبيل الله، لأن تعلم العلم من الجهاد في سبيل الله. وما عدا هذه الأربع فإنه لا يحل أخذ الجائزة أو السبق عليها. هذا هو الميسر. وأما الخمر فمعلوم أنه كل ما أسكر، يعني خامر العقل، يعني غطاه من كل المواد، فإنه خمر، وكل خمر حرام، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: قل فيهما إثم كبير هو ما يحصل بهما من أكل المال بالباطل في الميسر وأخذ بغير حق، وما فيه من ظلم وعدوان وجهالة وغرر ومغامرة ومخاطرة، فهذا إثم كبير. وفي الميسر منافع فيما يحصل من الحصول على المال وما يحصل من الفرح والسرور، لكن هذه المنافع يسيرة وأضراره أكثر من منافعه، وما كان ضرره أكثر من نفعه فإنه حرام. وكذلك الخمر فيه منافع بما يحصل من بيعه وشرائه وما يحصل من الفرح والسرور في حال تعاطيه، إلا أن هذه المنافع يسيرة ومغمورة في المضار التي تحصل من شرب الخمر من تضييع العقل والجناية على العقل وتضييع الصلاة والعدوان على الناس، وما يحصل من أضرار عظيمة من السكارى من قتل النفوس وانتهاك الأعراض وغير ذلك، وما كان ضرره أكثر من نفعه فإنه محرم. نعم، أحسن الله إليكم. يقول في سؤال آخر: لكن في النهاية لما حرمت الخمر سلب الله هذه المنافع، فلم يبقى في الخمر منفعة أصلا، سلبت هذه المنافع منه فكان ضررا محضا. ولما سئل النبي صلى الله عليه وسلم عن قوله الخمر يتداوى بها، قال: أما إنها داء وليست بدواء. فبعد تحريمها سلب الله منها هذه المنافع، وسلب المنافع من الميسر، فصار كل منهما ضررا محضا. نعم.